كان بلعني، كان بيفك المروحة ويقول لي تعالى اعلقك فيها. ساعدت مرة هربت منه ورحت استخبيت عند واحد صاحبي، قعدت اكتر من اسبوع وقعد يدور عليا ويرن عليا وفي البلد. فما في مرة مش لقاني، فإجا مرة عمي شافني فراح قال له ده كذا كذا، إجا خدني من عند صاحبي من البيت، وبعدين راح جاي دخلني المخزن وقعد يقول لي والله العظيم الأسبوع اللي أنت غبت بره أنا حبسك هنا. حبسك فعلا؟ حبسني فعلا. أسبوع؟ أسبوع. وأنت لما رحت الأسبوع دوت عملت إيه؟ ما خفتش مثلا مامتك تقلق عليك بابا؟ لا عادي عادي، هم عادي كده. كنت بتقول انك خطفت ولا حاجه؟ لا لا. طب ايه اسوأ عقاب اتعاقبته من باباك غير انك تعلقت في المروحه؟ لا بابا بص مش بيعاقبني، يعني زعيق بتاع شتايم، بيكلمني كلام يعني بيسيسني بالكلام، لكن مش بيضرب ولا حاجه. طب ايه اكبر غلطه انت عملتها وندمان عليها لما باباك يعاقبك؟ اكبر غلطه عملتها كان في بابا في مره كان بيبيع حاجه، والحاجه دي كانت عزيزه عليا، وانا قلت له مش هبيعها وبتاع، ورحت وقفت له البيعه وبتاع، فعرف راح جاي معاقبني فيها وانا زعلت ساعتها. عاقبك بايه بقى؟ عاقبني عادي زعق وبتاع، وايه قال لي هحرمك من المصروف والكلام ده. وجه كلمه لباباك بقى. بابا ابويا ده سندي وظهري وكل حاجه والله، ربنا يخليه لي.